السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء صف السادس الإعدادي. اليوم راح نتكلم عن الفول والفولي بكل تفاصيله المملة. أغلب الأساتذة لما تسأل عن الفول والفولي راح يجاوبك جواب واحد فقط، إنه إذا لقيت بعد الفراغ تصريف ثالث للفعل راح تخلي الفولي، أما إذا ما لقيت تصريف ثالث للفعل فما راح تخلي الفولي وإنما تخلي الصفة اللي بيها فول، لأن هنا عندنا الكلمة إذا بيها فول معناها هاي صفة وإذا بيها فولي معناها هاي ظرف. أوكي، هنا عندنا مشكلة. بال 2016 الدور التمهيدي لما إجت للطلاب إجتنا الجملة لكن ما إجانا وراها تصريف ثالث للفعل. طيب هاي الحالة يعني الطلاب راح يختارون الفول بينما هي جوابها فولي. طيب هاي من ناحية، من ناحية ثانية اللي لقيناه من 2014 اللي هي السنة اللي تغير بها المنهج، من 2014 لحد 2020 يمشون على وتيرة واحدة. شنو هاي الوتيرة؟ إنه الفراغ إذا لقينا وراء فعل أصل أو لقينا قبل فعل راح نخلي الظرف فولي، يعني استاذ اثنينهن، لا مو اثنينهن، أي واحدة من عندهن. مثلا She is played blank out, sorry, for a beautiful, لو beautifully. طالما احنا لقينا الفعل راح نخلي beautifully. اوكي، مثال اخر. The letter is for a written. طيب هنا راح نخلي beautifully, لو beautiful طالما احنا لقينا فعل. فراح نخلي beautifully الظرف beautifully. هذا اللي لقيناه بالوزاري اللي دائما يجيبوه بالوزاري. طيب هذا موجود بالوزاري حد هنا اللي دائما يجي. خلينا نشرح هذا الموضوع بكل تفاصيله. شو وقت راح نخلي الفول وشو وقت راح نخلي فولي؟ خاف مثلا تجيكم امر مختلف هاي السنه، وهذا امر مستبعد لان احنا نتكلم دائما نرجع ونقول احنا نتكلم في حدود المنهج. ومرة ثانية نتكلم مع our master, our teachers, please don't push the students far away. We are focused on the material in the their books. طيب نجي هنا. أولا بعد الفراغ. شبي بعد الفراغ؟ بعد الفراغ إذا لقينا فعل أو تصريف ثالث الفعل راح نخلي fully، أما إذا لقينا اسم فراح نخلي fully الكلمة اللي بيها full وهي صفة. ليش؟ لأن الصفة توصف الاسم، أما الظرف full فهنا تعود على الفعل. هذا الحكي بعد الفراغ. يعني خلينا ناخذ عليها مثال. She is for a girl. A فراغ girl. أوكي، طالما هنا عندنا اسم احنا راح نمشيها على وتيرة واحدة اللي هي beautiful. طالما هنا عندنا اسم فراح نخلي beautiful beautiful girl. لكن إذا قلنا مثلا the car is for a driving، لا هنا راح نخلي beautifully. السبب beautifully لأن هنا عندنا فعل أو تصريف ثالث للفعل، فهنا الظرف يعود على الفعل. أوكي، هذا فيما يخص بعد الفراغ. طيب رحنا بعد الفراغ وما لقينا لا فعل ولا اسم. اثنين، عند عدم وجود اسم أو فعل بعد الفراغ شو راح نسوي؟ نذهب إلى ما قبل الفراغ. شكو قبل الفراغ؟ شكو يا غبي. إذا لقينا قبل الفراغ شو راح نقول لكم؟ كينونة. كينونة شو راح نخلي؟ راح نخلي الفول. إذا لقينا الأفعال اللي هي look, seem, sound sound look، نعم بين الأفعال أيضا راح نخلي
فول. ليش؟ لان هذين الافعال يجي وراهن بعد افعال اضافيه، هذين الافعال يجي وراهن الصفه. لكن اذا لقينا فعل زين، هذا الفعل مجرد تصريف ثالث مهما يكون نوع الفعل، فهنا بهاي الحاله راح نخلي لها فولي. خلينا نشوف يعني مثلا شلون بالضبط. اذا قلنا شيء is for in the party. طيب هاي الحالة نذهب إلى ما بعد الفراغ. بعد الفراغ لقينا حرف جر، يعني لا لقينا فعل ولا لقينا اسم. نذهب قبل الفراغ، قبل الفراغ لقينا أفعال الكينونة اللي هي is, am, are, was, where, have been, has been إلى آخره. طيب هنا ما دام لقينا is فهنا راح نخلي beautiful صفة. اوكي مثال اخر، she looks for a okay in the party. اوكي طالما هنا عندنا look فراح نخلي beautiful. مثال اخر، she plays for a in the party. اوكي حتى قبلها لازم اسوي هيش. ونجي هنا طالما عندنا فعل فهنا راح نخلي beautifully. هي عزفت بصوره جميله في الحفله. اوكي هاي فيما يخص الفول والفولي. بعض الطلاب يقول استاذ احنا نريد نجيها طريقة المعنى، طريقة الترجمة. حكي ذهب. شلون يعني طريقة الترجمة؟ شنو فرقها؟ هنا عندنا الفول، العفو الفولي، الال واي معناها بصورة. اوكي. لا طالما انه معناها بصورة، نريد ناخذ مثال او هي نبذة من الامثلة. نقول نريدها طريقة الترجمة. هي فتاة جميلة لو هي فتاة بصورة جميلة. أكيد ما نقدر نقول هي فتاة بصورة جميلة، إذا هي فتاة جميلة، إذا beautiful. أما هنا يقول السيارة driving beautifully، يعني تم قيادتها جميلة لو تم قيادتها بصورة جميلة. لا هنا لازم نخلي الألواي بصورة جميلة. أوكي نجي هنا على هاي الأمثلة. She is in the party. هي جميلة in the party مفصل was. اوكي هي جميلة في الحفلة لو هي بصورة جميلة في الحفلة. لا هي جميلة في الحفلة. She looks beautiful in the party. هي تبدو جميلة في الحفلة لو هي تبدو بصورة جميلة في الحفلة. لا هي تبدو جميلة وليست بصورة جميلة، إذن beautiful. أما أنا هي عزفت بصورة جميلة لو هي عزفت جميلة في الحفلات. هي تعزف، لا هنا صير هي تعزف بصورة جميلة في الحفلات. هذا هو الفرق بين الفول والفولي في كل تفاصيله. إذا نجي الحالة الأولى اللي يعطوها الأساتذة إنه نعتمد على التصريف الثالث. إذا لقينا التصريف ثالث بالجملة راح نخلي فولي، وهاي مخالف للوزاري لأن هواي إجت بالوزاري هذا الحكي ما موجود به. أوكي اما شغله ثانيه اللي قاعد تتكرر بالوزاري لكن بها نفس، وهي انه هذا الفراغ اذا لقينا قبله او بعده، قبله او بعده منها صراحه المهم، اذا الفراغ لقينا قبله فعل او بعد فعل راح نخلي الفولي، اذا ما لقينا قبله فعل او بعد فعل راح نخلي الفول. زين اذا جابوا لنا شغله خارجيه اذا لازم نتاكد ونضبط الموضوع من البدايه، وهو نروح اول مره بعد الفراغ اذا لقينا فعل نخلي فولي، اذا لقينا اسم نخلي فول. طيب هنا احنا مثلا هنا عندنا اسم نخلينا بيوتيفول، هنا عندنا فعل تصريف ثالث نخلي بيوتيفولي. طيب واذا ما عندنا لا اسم ولا فعل راح نروح الى ما قبل الفراغ. قبل الفراغ لقينا كينونه is, am, are, was, where راح نخلي فول. لقينا look, seem, sound راح نخلي فول. لقينا طيب لقينا فعل راح نخليه فولي. هذا هو الموضوع فيما يخص منهاج السادس الاعدادي.
عليهم طلابنا الاعزاء. اذا عجبكم الفيديو سووا له مشاركه، خلي بقيه الطلاب يستفادون من عنده. شكرا جزيلا. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. Fine.